ساحة جامع لبنان تحظى بمتحف يليق بمكانتها وصيتها عبر العالم، حيث سيسهم في تنوير زوار الساحة حول تاريخها وتتمين أنشطتها وفنونها، لا سيما منها الحلقة، وتحسيس العموم بالأهمية الكبرى التي يكتسيها هذا التراث المشترك قصد الحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة. جامع الفناء هو سنتر دو موند. متحف جامع الفناء هو مركز العالم بالنسبة لي، سيغني كل المتاحف، كما أنه يجسد رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لجعل الثقافة في خدمة صورة المغرب وفي خدمة التنمية. افتتح هنا من أجل تكريم فناني جامع الفناء والحلقة والحليقيين والتراث اللامادي المغربي. نحن سعداء جدا اليوم بافتتاح هذا الفضاء الثقافي الذي يسعى بالدرجة الأولى إلى صون وتتمين هذا الموروث الثقافي والاحتفاء بكل الفنون والإبداعات وبالحلقة. المتحف يقدم معرضاً حول الساحة والفاعلين فيها، ويتوزع مساره لشعب متنوعة تهم بالأساس تاريخ الحاضرة الحمراء والساحة والحلقة والحلاقية وأسرار مهاراتهم وحرفهم من خلال عملين كبيرين لجاك ماجوريل يجسدان بالتفصيل المشاهد اليومية لهذا الموقع، إضافة إلى لوحات فنانين مشهورين بصموا الفن التشكيلي المغربي والمحلي بشكل خاص. كان الهدف هو أن نقدم على الأقل لمحة عن مدينة مراكش، عن خصوصية هذه الحاضرة، عن ما تزخر به، عن الدور الذي لعبته في صياغات حضارات متوسطية منذ الفترة المرابطية، وبالتالي سيشاهد المتلقي لمحة في القاعة الأولى ترصد هذا التاريخ المادي من جهة وأبعاده اللامادية. للإشارة فإن ساحة جامع الفناء صنفت تراثاً ثقافياً للإنسانية من طرف اليونسكو سنة 2008، وهي أول موقع يتم إدراجه ضمن قائمة التراث الشفوي اللامادي للإنسانية.